هأكلكم النهاردة أكلة كلها فسفور، أكلة كده حاجة ترد الروح، حاجة تجمع الحبايب، حاجة من الآخر لما تاكليها تحتاجي بعد كده تاخدي ريست 3 ساعات. يبقى هناكل إيه مع بعض؟ هناكل السمك. مش هناكل أي سمك، ده احنا هناكل سمك سنجاري وبوري كمان، وهنعمل معاه كمان رز خطير خطير خطير. يلا نتابع مع بعض كده ونشوف السمكتين الحلوين دول هنتعامل معاهم ازاي، وبسرعه نخش حلقتنا. قبل ما نبعد عنكم افهمكم يعني ايه سنجاري يا جماعه. اي سمكه في الدنيا تتفتح من الظهر زي كده، بسم الله، يعني السمكه دي مفتوحه من ظهرها ومتنظفه وزي الفل، تبقى السمكه دي سنجاري. يبقى فتح السمكه هنا هو اللي اسمه سنجاري، مش طريقه السمكه. هنجيب الصاج حلو، مش صاج، حاجه واسعه شرحه برحه كده، ونلبس حاجاتنا كده عشان نتبل السمكه، يعني ملح، خل، ليمون، فلفل اسمر، شعره بسيطه قوي قوي قوي. بسم الله نجيب سمكتنا الحلوه كده، اللهم صل على النبي. طبعا السمك هنا يا جماعه لما يجي يبقى طازه وحلو كده ومتنظف صح. بصوا السمكه عامله ازاي، صاحيه، تحس ان هي بتكلمك. هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل عليها بحوالي عن ليمونتين كده، مش السمكه السمكتين، يعني كل سمكه ليمونه، اللهم صل على النبي. بسم الله، شويه ليمون كده يا جماله بقى بيحدقوا السمك كده يطعموها. وهننزل عليه عشان سمك البوري سمك من الاسماك القويه الجامده او البلطي، هننزل عليها بشويه خل صغيرين قوي. بسم الله، هنجيب ملحنا وفلفل اسمر. فلفل اسمر على السمك شعره بسيطه جدا، او ريحه من الفلفل الاسمر بتضيع اي بقايا زفاره خالص في السمك، اللهم صل على النبي. حلو قوي. الكمون بتاعنا الجميل بقى وشويه كزبره ناشفين، ده كله من غير ما انزل على الخلطه خالص، ماليش دعوه بالخلطه دلوقتي، انا بعطر السمكه بتاعتي. واجيب كمان شويه كزبره ناشفه، اللهم صل على النبي، حاجه كده. بصوا اهو ده سمك، يا 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 الف مرحب لما يزورنا السمك. بصراحه انا من عشاق السمك. هعمل ايه بقى؟ هعمل كده واتبل سمكتي الجميله كده، اللهم صل على النبي، جمال جمال، حاجه كده ترد الروح. اللي بيحبني يعزمني على سمك يا جماعه. من سابقه دي متاه، طبعا الولاد هنا مقطعين لكل حاجه، بس انا مش قادره بصراحه اعمل السمك من غير ما احس بطرقعه الهون كده. هون جميل كده، هنزل بشويه فلفل صغيرين. طبعا انا بقى في البيت بنزل بالفلفل صحيح، بس هنا مرقينا شويه، شويه كزبره ناشفه، اللهم صل على النبي. طبعا الكمون ده اساسي في السمك، حاجه كده ترد الروح. هنعمل ايه تاني يا حرحر؟ التوم بتاعنا السليم الحلو اللي تدنك تضربي فيه لغايه ما يبقى بيوريه كده، هنحط حوالي عن 5-6 فصوص توم. التوم هنا حسب الرغبه يا جماعه، بس يزودي التوم. عندي شويه شبت صغننين قوي، يبقى الاساسي هنا ايه؟ مش شبت، اللي جاي هو الاساسي، يبقى شويه شبت صغيرين. والجميل بقى روح السمك، روح الفسفور كله، الكزبره الخضراء. خلاص يبقى الكزبره بتاعتنا ننزل شويه حلوين معتبرين كده، ونبتدي نحط الملح عشان يجرش معانا الكلام الجميل ده. بسم الله، هنا بقى يعني نظبط الملح شويه عشان انا هعتمد على الملح هنا في كل التتبيله اللي جايه. وندق، يلا ندق مع بعض. طبعا كلكم قاعدين دلوقتي عمالين تقولوا ليه الغلب ده يا حرحر، مالها الكبه يا حرحر، ما احنا ارتحنا يا لا بصوا يا جماعه هقول لكم على حاجه دلوقتي، خليكم معايا، مش هجيب سيره الهون دلوقتي. عندي هنا بشر جزرتين عشان ابسط السمكه بتاعتي، هحط منهم ايه؟ حوالي عن جزره ونص. بسم الله، تعالي بقى اما اقول لك على حاجات حلوه قوي. طبعا برنواز الطماطم، يعني ايه برنواز الطماطم؟ يعني طماطم متقطعه صغير كده، هننزل بحوالي عن ايه؟ كله، ما نستخسرش في السمك حاجه. شبت، ولو نسيت قلت بقدونس ما تحطوش بقدونس، شبت وكزبره خضراء اهو. بسم الله، كل الحاجات دي ملهاش ريحه في مناخيري خالص خالص، ملهاش اساس من الصحه. تعالوا بقى برنواز الفلفل الجميل بتاعنا كده، الله، وتقلبي ده كله مع بعضه، ملوش ريحه. تعالي بقى نروح للهون بتاعنا الجميل يا جماعه. الحاجه في الهون بتدعك لدرجه بتطلع روايحها، بتطلع الفليفر بتاعها، فبتخليكي كده شم الحاجه على بعد 3 كيلو. ليه نستخسر في نفسينا الخطوات البسيطه دي؟ هناخد بقى الجمال ده كله ونقلبه هنا، وهو ده بقى تيست السمك، وهو ده ريحه السمك. الحركه دي ما نستغناش منها عنها ابدا. ليمونك الجميل، الله، ليمونتين حلوين كده، وبرده حوالي عن معلقه خل. واوعي تنسي بقى في المرحله دي الزيت بقى هو اللي هيطري السمكه بتاعتك ويخليكي تاكلي الخلطه قبل السمكه. معلقتين ثلاثة أربعة زي ما تحب الزيت، الزيت هنا بصراحة أساسي. هنظبط الفلفل الأسمر لأن ما حطيناش على السمكة، وكان نفسي أحط شوية صغيرين، بصوا شوية صغيرين قوي 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 على الخلطة، تحسيها إن هي داخلة على لحمة كده، خلاص؟ وهنظبط الملح بتاعنا، ما تنسوش إن إحنا حطينا في الهون إيه؟ ملح. ونديها تقليب، هنقلب كل الكلام الحلو ده مع بعض. بصوا بقى الجمال ده، الريحة بتاعته فايحة، فايحة ليه؟ عشان الهون يا جماعة، ما تستهتروش بدكة الهون دي أبدا. جبنا صاج حلو كبير عشان ندخل السمك الفرن على طول، لا هتشوي برده ولا هتقلب زيت،
هنعمل ايه؟ هنجيب ورقه فويل حلوه على قد السمكيه بتاعتنا، ونحط عليها ورقه زبده صغيره كده، وننيم السمكه بتاعتنا عليها. اهو يعني هنريحها اخر راحه، هي هنريحها من هنا وهناكل وهنتبسط ان شاء الله. بصوا بقى السمكه بتاعتي متبله وزي الفل، انا بشيلها كده بسم الله واحطها في الورقه، وابتدي بقى اغرقها بالتتبيله الحلوه دي. خلاص بقى نبتدي ايه، نجمع الفويل كده حوالين السمكه بتاعتنا الجميله قبل ما ندخلها الفرن. هتخش الفرن شوايه وفرن يا جماعه، يعني 5 دقايق 10 دقايق بالكتير هتطلع ان شاء الله. نعملها بشكل حلو كده عشان وهي طالعه كده تلاقيها بتضحك كده. بصوا اهي العزومه بتاعتنا خلصت، ناقص لها شرايح ليمون كده عشان تدي برزنتيشن، يبقى شكلها حلو في التقديم. بسم الله نحط كمان، نحط واحده هنا، نحط كمان، خليهم بالطول كده احسن. تعالوا بسرعه بقى ندخلها على الفرن. هنعمل ايه بقى في قصه الفرن؟ الصاج الجميل بتاعنا ده هنحطه على الفرن نفسه، في الفرن نفسه هو شغال من تحت وبرده الشوايه شغاله من فوق، حوالي عن 5 6 دقائق لحد انا ما احس ان السمكه استوت من تحت. استوت من تحت يبقى تمام، اطلعها على الشبكه اخليها تاخد لون وتستوي بالشوايه، يبقى السمكه مش هتنشف مني، الخلطه مش هتنشف مني، وهتطلع مستويه 100%. هدخلها الفرن وما تروحوش هنا ولا هنا، هرجع اعمل لكم رز صياديه بس بطريقه حوريه. عشان نعمل شويه رز صياديه ليه طرق كتيره جدا، في ناس بتحبه على اصله وده بيعمل لي حموم وحموضه جامده جدا، انا بحبه خفيف كده. هعمل ايه؟ هنزل بشويه زيت يفلفلوا معايا الدنيا، اللهم صل على النبي. ورا الزيت على طول بصلايه حلوه برنواز عشان احمرها ومش احرقها. طبعا درجه اللون هنا بتعتمد على درجه لون البصلايه، يعني كل ما بغمق البصلايه كل ما الرز بيطلع معايا غامق. اسمي بسم الله وابتدي اقلب كده، وانزل عليه شويه فلفل وشويه ملح على طول. بسم الله، وقلنا بصله يعني فلفل وملح، ليه يا جماعه؟ عشان ما تضايقنيش وانا بحمر او انا شغاله فيها. وانزل شويه فلفل اسمر صغننين قوي 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 بس، وهديها تقليبه واصبر بقى معاها كده ايه لحد ما تبتدي تلون معايا. تعالي ما اوريكي البصلايه وصلنا لها لحد فين، شايفه اللون ده حلو قوي، لا فوق ولا تحت، حلو قوي اللون ده. تعالي ما اديكي بقى سر وتكه وحاجه هتعلي الرز بتاعك قوي وهتستغني خالص عن السمك. فاكره الخلطه والقصه اللي احنا كنا فيها من نص ساعه؟ هي دي، هناخد منها معلقه كده بتمها بجمالها بكل اللي فيها واعمل كده، ودي كمان عشان ايه تبقى طعمها حلو. بصوا بقى هي دي السر وهي دي التكه ودي اللي هتغير تاريخ الرز بتاعك خالص. شايفه الجمال ده؟ شم الريحه دي، تعالي عندي هنا. بصي يا ست البنات، شويه كزبره ناشفه صغننين، الله، وشويه كمون صغيرين، طبعا انت حاطه بس عشان ايه؟ نجود يعني. فاض عندي هنا شويه بنرواز فلفل نرميه، يا جمال نحطه هنا، وعندي برده حته طماطميه صغيره ننزل بيها. تمام؟ كل الحاجات دي اضافات بتعزز معاكي طعم الرز وتخليه من الاخر. خلاص تقليبة صغيرة، أنا ما بسويش الحاجات دي، وأكون غسلة الرز بتاعي المصري الجميل وأنزل بيه في الخطوة الحلوة دي. أهو تاكلي أحلى رز في الدنيا. الملح الجميل عشان نظبط رزنا، معلقة كمان، معلقة، وندي تقليبة، والمية السخنة ورانا على طول. الله، بصي الألوانات، بصي الرز ده هيغطي اي رز انت عملتيه قبل كده. ميتك بقى يا ست البنات واظبطيها كده وغطي حلتك. الله، حلو قوي. تقليبه كده عشان نساوي كل الرز مع بعض، نقفل الغطا بتاع حلتنا، ومجرد الميه ما تتشرب نهدي عليها النار خالص لحد ما يستوي. خلصنا السمك بتاعنا ما شاء الله، ما خدش ربع ساعه وطلع زي الفل، كل سمكيه منفرده عن اختها، كل واحد بقى ياخد نص وياخدها كلها براحتكم خالص. بصوا اهو احلى حاجه في الدنيا، رشه صغننه كده بس عشان ما ندريش معالمها الجميله، ريحتها تحفه تحفه. والتتبيله دي اعتمدوها لاي سنجاري هتعملوه، اي نوع سمك. بصوا رشه خفيفه كده بسيطه، ممكن نديها كمان سلايز ليمون اهو بس كده. تعالوا بقى قبل ما نقدم الرز، تعالوا ما اوريكم الجمال. بصوا الخلطه اللي احنا عملناها فوق ازاي، تحس ان هي بصوا زعلانه من الرز وقاعده لوحدها. هنعمل ايه؟ هنديله تقليبه، بصوا هنفلفل جميل اهو، ونروح مقدمينه على طول. بسم الله اللهم صل على النبي. بصوا الرز بتاعنا لونه حلو، ما يعملش حموضه، ما يعملش حموم، يعني حاجه كده بصراحه تحفه. ريحه الخلطه مخلياه تحفه تحفه تحفه. بس انا رايي بقى تعملي الرز، تعملي السمك زي ما علمتهولك، والرز زي ما انت عايزه،
النوع الرز او طعم الرز اللي انت بتحبيه. بصراحه اكله عظيمه، لا تقولي لحمه ولا فراخ، هو السمك اللي بيفوز. طري كده وناعم على المعده وسهل في هضمه، وحاجه كلها فوسفور وبتدي قوه وبتدي صحه، حاجه في منتهى الجمال. اي نوع سمكه تعمليه اعتمدي التتبيله دي، هتطلع معاكي تحفه، والرز ريحته خطيره. لو عايز تعمليه اعمليه، لو عايز تعملي اي رز بتحبيه اعمليه. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده وحلقه جديده، واسيبكم وانتم بخير واقول لكم احلى كلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.